بديش ماما تموت وعيش بدون باقي حياتي، بدي ماما تطلع شخصية براسها وتطلع عايشة، بديش أكمل حياتي بدون أمي. خلص تعيطيش يا عم، إن شاء الله بتطلع بتتعالج، تعيطيش إن شاء الله. أم كريم وأبو كريم وبنتهم ميرا نزحوا من قطاع غزة لدير البلح، لكن قذيفة إسرائيلية أصابت أم كريم في رأسها وجعلها غير قادرة على الحركة زي ما انتم شايفين. جمّنا ماما نخشو سيب بقى وقت نطلعنا من غزة وجينا هنا زي ما حكولنا، ما عملنا شيء شيء ولا إلا في حماس ولا إلا وبالاخر دخل الشخصية ماما ما عايزين ناقش ورجليها وايديها بتحرك وشنط شفتي ما بتحركش، وقلقت تسمو ماما طلعتش برا من هان اي حاجه زي ما بتبطل كلها بتحرك، يا عايزين عنا مشاكل اما نساعدونا لازم تطلع ضروري جيبوا ماما راسها بتحرك كده ورجليها. لا ما طلعتش والدتي صراحة، لا ما طلعتش حد تأذى وتخرب حياتها وش زي حد الله براسها وهيكون عليها خطر، ولو عملت العملية هم بلاش يصير فيها